أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور عبد الواحد عز العرب، استشاري الأمراض الصدرية والربو الحساسية. نستكمل حديثنا عن موضوعنا المهم اللي كنا بنتكلم فيه، واسمحوا لي أرحب بيه للمرة الثانية. أهلا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. كل سنة إيه وأنت طيب. قبل ما أطلع فاصل دكتور، كنت محتاجة أسمع من حضرتك موضوع مهم قوي، يكاد يكون سؤال الناس كلها، واللي هيجاوبنا عليه دكتور عبد الواحد. في أدوية بتأثر عندي على الجهاز التنفسي، أدوية معينة زي ايه؟ هو طبعا سؤال وجيه جدا وجميل. هو في طبعا في ادويه كتير جدا بتاثر على الجهاز التنفسي، احنا لو اتكلمنا فيها هيبقى الموضوع طويل جدا، ولكن احنا هنختار اهم ثلاث مجموعات بتاثر على الجهاز التنفسي. المجموعه الاولى هي مجموعه المسكنات. المجموعه المسكنات زي الاسبرين ومشتقاته ومجموعه الديكلوفينات ديت بتأثر جدا على عيان الربو والحساسية، فممكن تزود الأزمة أو الأتاك يعني بتاعة الحساسية، وتمنح كمان استجابة المريض للعلاج. السيطرة على المرض ممكن تتمنع عن طريق المسكنات. يجينا عيان واخد حقنة مثلا ديكلوفينات، أي نوع من الأنواع طبعا كتيرة في السوق جدا، يقول لك انا بعد ما خدت الحقنه صدري كتم وابتدى يزيق والازمه جات لي، او يجي لك واخد علاج للازمه كتير جدا ومش مستجاب، تساليه خد ايه، بياخد ايه علاج تاني، نلاقيه مثلا بياخد حبايه كذا لعيله الفين اللي اخرها فين، زي البروفين الكاتفلام الحاجات دي، واخدها لاشياء تانيه، فيبتدي بقى حالته تسوء ونفسه تكرش اكتر وما يستجيبش للادويه. فدي اول مجموعه اللي هي الاسبرين ومشتقاته ومجموعه الديكلوفينات. من المجموعه الاولى المهمه جدا في التاثير على الجهاز التنفسي في عيان الربو والحساسيه. المجموعه الثانيه هي برضو بتاثر على عيان الربو والحساسيه، اللي هي مثبطات بيتا. مثبطات بيتا ديت بياخدها العيان اما لعلاج تسارع دقات القلب زي الاندرال الكونكور الحاجات ديت، برضو بتزود بتعمل فازو كونستريكشن يعني انقباض في الشعبات والشعب الهوائيه وعدم الاستجابه للادويه الحساسيه. ده المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه طبعا ده بتعمل كحه وشرقه غير يعني مستمره وغير مستجيبه للادويه. يجي لنا العيان مثلا بياخد بقاله فتره كبيره جدا بيكح وشرقان وبياخد ادويه كحه كتير وبياخد حاجات كتيره وما فيش استجابه للكحه خالص. نسال بقى بتاخد ايه للضغط، نلاقيه بياخد مجموعه اسمها مجموعه ايس انهيبيتور، زي الكابوتين والكابوزايد والترايتيز حاجات مجموعه معروفه عندنا كده، بتعمل مش في كل العيانين يعني في بعض العيانين نسبه، وبتختلف من منتج للتاني، في نسبه بيحصل لها شرقه وكحه مزمنه. ولو خد ادويه ايه بالذي ما بيتحسنش الا اذا وقفنا او غيرناه نغيره نوع تاني. دولت يمكن اكتر ثلاث مجموعات بيأثرهم. طبعا في حاجات تانية كتيره جدا، زي مثلا في ادويه بتعمل تليف في الرئه، في دواء معروف جدا بيستخدم في عدم انتظام دقات القلب، بياخدوا العيان ممكن مع المدى البعيد في بعض الحالات بيعمل تليف، وحاجات كتيره، بس دولت اكتر ثلاث مجموعات بتقابلنا احنا بتقابل دي.